بيتك؟ صدق اللي حصل لابو قرن يا سي رجب. حصل له ايه يا سي قرف؟ مش قتل واحد عايره بيك والحكومه مسكته؟ طب ايه رايك بقى انه صعب عليا خبر عكر زي وشك؟ اتفضل يا سيدنا. يزيد فضلك يا ابني. حصلت لنا البركه يا سيدنا. الله يبارك فيك. احنا قاصدين بيت ربيع الحلواني، ما حدش يدلنا عليه يا اولاد. يا سلام يا سيدنا، ده انا اشيلك فوق راسي واوصلك لحد البيت. اتفضل. الله يبارك فيك. اتفضل. يزيد فضلك يا بنتي. يزيد فضلك، متشكرين قوي. العفو على ايه؟ اتفضل. اطفي السيجاره يا ابني. هو سيدنا جاي يعمل ايه ببيت ربيع الحلواني؟ في ايه بيصعب جوازه؟ تبقى البنت الكبيره نواره. وعايزها لنفسه ولا حد من اللي معاه؟ لنفسه. ايه يا بنت، ده متجوز اتنين يبقى فاضل له اتنين. هو لسه في نفس؟ ما هي نوره هترجع له النفس يا عبيطه. ما البنت فايره. يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش. على رايك. بسم الله ما شاء الله. انت بقى نواره ولا اختها الصغيره؟ اختها الصغيره يا سيدنا. طيب والدك موجود ولا خرج؟ موجود. قولي له في جماعة ضيوف جايين عاوزين يشربوا عندك شاي. طب أهلا وسهلا، اتفضلوا. يزيد فضلك، يا ترى بقى عاطف أخوك موجود ولا يعني خرج؟ لا موجود، بس هو نايم، أصله بيسهر ويصحى براحته يعني. طب صحي عشان لازم يحضر الحديث من أوله. اتفضل. يا ساتر يا ساتر. الله 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 الله، ألف هنا يا سيدنا. ربنا يكرمك. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا طبعا جايين النهاردة بربطة الإيه؟ المعلم. المعلم. وعارفين إن أخونا معتمد ده عمل عملة ما يرضاش عنها لربنا ولا العباد، وعلشان كده الغلط راكبه من ساسه لإيه؟ لراسه. دي قلة أدب وسفالة. أنت لازم تتربى. أنت ليك عين أصلاً تخش بيتنا يا بني آدم يا عديم الرجولة؟ يا أخ عاطف، لازم تحترم الشيخ شفيع شوي. احترم وجودنا يا أخي. نقي ألفاظك. الشيخ شفيع على عيني وراسي، لكن الراجل ده أنت ليك حق يا ابني إن أنت تغضب، بس مش بالطريقة دي. خليك زي والدك ماسك نفسه وأعصابه هادية. يا سيدنا، ده عامل فيها شيخ وكمان عامل صاحبي، دايما واخد باله مني ويدور عليا في الجامع ويسألني عن أحوالي. أنا عاوز أعرف هو ليه عامل معايا كده. إن الله مع الصابرين. ما أنت لو صبرت هتعرف كل حاجة. هي معتمد، هتتكلم أنت ولا أتكلم أنا؟ البركة فيك يا سيدنا. شوفوا بقى،
معتمد قاصد خير. يعني يسلط واحد فالت اهله ما عرفوش يربوه عشان يتنازل على بنات الناس وتقول لي خير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفرك ربي واتوب اليك. يا ابني اهدى اهدى شويه، ما تتكلم معاه شويه وربيع. عاطف يا تقعد ساكت يا تطلع بره. انا مش عاوز يطلع بره، انا عاوز يقعد يسمع الكلام من اوله لحد اخره، وبعد كده قول اللي انت عاوز تقوله. شوفوا بقى، احنا زي ما بيقولوا كده نجيب الكلام من الايه؟ من الاخر. من الاخر. معتمد كان بيختبر بنتكم. يختبرها ازاي يعني؟ هو بصراحة ربنا كده كان حاطط عينه عليها من زمان في الحلال، يعني كان قاصد انها تكون ام ايه؟ عياله. ام عياله. لكن تقول ايه بقى؟ الشيطان لعب بدماغه. الشيطان لعب بايه؟ بدماغه. هو كان عاوز يتأكد من متانة اخلاقها. ده اغبى خلق الله. يا اخ عاطف، يا اخ عاطف، الراجل في بيتكم. اي نعم هو غلط بس يعني. بس غبي. اسكت يا زفت يا عاطف. يا سيدنا، يعني لو كان هو قصده خير كده مفيش طريقة تانية غير انه كان يتسبب في بهدلة بنتنا في الشارع؟ هيبقى في طريقة تانية ازاي وهو غبي؟ يا ابني انت ماسك له غبي غبي غبي. الله، خلية ربنا، هنعمل ايه؟ صراحة ربنا هو دماغ معتمد زي الفل، لكن تقول ايه بقى؟ عامل زي الدبة اللي قتلت صاحبها. لكن هو كله سذاجة وطيبة ووفاء، وده يتحسب له مش يتحسب عليه. طيب انت عايز ايه دلوقتي بقى يا سي معتمد؟ ما تتكلم يا معتمد. يعني انا بقول عفا الله عما سلف، و زي ما الاستاذ عاطف قال يعني كانت غباوه مني، وانا جاي انا وسيدنا الشيخ شفيع عشان قصدي خير، وانا يعني جاي عشان علشان نسامحك، مش كده؟ خايف لا يحصل فيك زي ما حصل في ابن الزايد. اقسم بالله العظيم ما خفت. طيب طالما انت مش خايف